نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، غادر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني البلاد اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس سموه وفد المملكة في اللقاء التشاوري 18 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما سيترأس سموه وفد المملكة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5.